اوكي، فاذا كنت عم بقول بما انه نحن مالتي تاسك بتقولوا عنا، يعني في قصص اكيد طبيه، في قصص يمكن فينا نقول علميه، في كتير امور بنحكيها عن المراه مظبوطه صحيحه، بس هيدا هو السبب يلي بخليها دائما انه بتعرف اكثر من غيرها، ولا مش صحيح هيدا الشيء؟ وما فينا نشمل اكيد كل السيدات سوا. طيب بدي أحكي اليوم معلومة كتير مهمة، أتمنى أنها توصل للناس ويفهموها كتير منيح. المرأة فيها ميزة أهم من كل الميزات اللي بيعرفوها ومتداولة دائما بشكل كوميرشل. المرأة أي شيء بتعطيها إياه تاخده، تحتفظ فيه، بتكبره وبترجع لك إياه، وهذا موجود في الاستمرارية بالحياة. يعني حيوان منوي المرأة بتاخده بتحتضنه بتأكله بتشربه بتطلع لك إياه بيبي. إنسان، أي شيء تعطي المرأة بيت تعمل لك إياه وطن، تعطي المرأة شوية شغلات متفرقة بتعمل لك منها أكلة. دائما المرأة عندها قدرة أنها تاخذ الأشياء تحتفظ فيها تعتني فيها تكبرها وترجع تقدمها. فاللي بيعطي نكد المرأة بتاخذ النكد وبتكبره وبترجع لك إياه أضعاف مضاعفة. لذلك انا بحكي لكل رجل بيجي بيشتكي، يعني بقول له اذا اردت ان تغير ما تلقاه غير ما تعطيه. المراه مثل التليفون اللي مواصفاته كثير، بس لا هي عارفه مواصفاتها ولا الناس اللي بتعاملوا معها عارفين مواصفاتها. كثير عندها قدرات، كثير عندها ميزات، وهي القدرات ضروريه لانه المراه ضروره في استمراريه الحياه. تخيلي انه الأنبياء والرسل اللي نحن بنآمن فيها على اختلاف أدياننا على اختلاف مللنا، معظم الأنبياء ما في لهم، ما انذكر ذكر أبوهم، ما انذكر الأب ككائن بشري عايش. يعني عيسى ابن مريم الرسول أبوه توفى قبل ما ينولد. سيدنا موسى عندنا في القرآن مثلا، سيدنا موسى وردت أمه، ما ورد أبوه نهائيا، ما له ذكر نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. لذلك احنا بنحكي نحن لا نخلي مسؤولية الرجل، لكن أنا برأيي المرأة تستطيع إنها تكون بتطورها اللي موجود فيها أصلا ممكن تطلع من هاي كل القوالب اللي للأسف تناقلناها بالموروث عن مفاهيمها، مفاهيم المرأة عن نفسها، عن علاقتها بالرجل، عن علاقتها بأولادها. كل هاي الشغلات لازم تتغير. طب ليش مش عم بتاخد حقها؟ أكيد عنا كتير أماكن فينا وبلدان نحكي عنها، في عنا أكيد كولتشرز وثقافات يلي هي كتير ذكورية، هل الحق عليها؟ يعني نحنا منحس أنه أوقات المرأة بتهاجم المرأة بطريقة ما، يعني في كتير بتسمع مثلا سيدة بتقول أنا ما بروح عند دكتور نسائي مثلا تكون مرأة، بفضل يكون رجل. أنا مثلا حكيمة أسنان ما بحب تكون مرأة، بحب يكون حكيم اسنان طبيب. يعني هيك ليش نحن منهاجم بعضنا؟ هل المرأة ما بتحب تقدم المرأة؟ برجع بحكي الموضوع مش موضوع مرأة ورجل ومين بحب ومين ما بحب، بقدر ما هي باسكال مفاهيم من البداية خطأ، برمجات على مدار زمن طويل. انت حكيتي بس على موضوع الدكتورة وكذا، تعي شوفي نظرة المرأة المطلقة في عين المرأة مش في عين الرجل. صح. يعني إذا كان في مرأة مطلقة في مجموعة من الناس، النساء بيكونوا أكثر كرها وحرصا وخوفا منها، وكأنه لأنه هاي بنسميها ستيغما، الوصمة، وصمة العار. مين اللي بيعطيها؟ المرأة. غير أنه نحن عم نتهم دائما أنه نحن نعيش في مجتمع ذكوري، بس أنا بدي أفهم المجتمع الذكوري مين عم بربيه؟ يعني هل أخليت مسؤولية المرأة من التربية لدرجة أن المجتمع، يعني هل الرجل الذكر عم بيجيب ذكر والمرأة بس دائما على مدار الزمن هي ضحية؟ مشكلتها مرجع برضه ثانية، قلة الوعي بالذات، غياب المفاهيم، أنا مين، شو دوري. أنا دائما بسأل ودائما بنبه وبالذات النساء، وبقول للنساء فقط، سعادتك مربوطة بمين؟ أنا بحكي لك معظم الناس، معظم مجتمعاتنا، سعادة المرأة مرتبطة بإنها تتزوج ويكون في رجال في البيت بيحبها وما يخونها. هاي هي الحياة السعيدة للمرأة. فأنت بتطلع على مفهوم من الألف إلى الياء غلط. بدأت مباشرة بالاعتمادية، الاتكالية، أو الطرف الآخر عاد النقيض، إنه لا، بدنا نحرر المرأة، المرأة لازم تطلع وتروح وتيجي وكذا. وبالتالي صارت المرأة شو يعني؟ اجت حملت حالها فوق طاقتها، صار لازم تخلف وتربي وتشتغل وتروح وتيجي وتعمل و وهذا خلق كمان نوع جديد من الذكور، الاتكاليين الاعتماديين. شوفي قديش خطورة المرأة برمجتها. لذلك أنا بحكي
زي ما حكيتي انت، مشكله المراه مش الذكر، مش المجتمع الذكوري، مشكله المراه طريقه تفكيرها، معرفتها بقدراتها. اليوم المراه لما تجي تبرر لنفسها كل شيء، كل شيء انا مراه عاد شو بدك تعمل هلا عالي، مش كثير في كثير في شغلات باسكال دخلت في موروثنا وصارت مفاهيم كانه هي مقدسه ممنوع ان نلمسها، وخلص صار مع الوقت انه هاي هي. وبتلاقي في المجتمع ناس نجحت لما كسرت هاي المفاهيم، سعادتك مش معناها رجل. دكتور، هون في مفهومين يلي هي حقوق المراه ويلي هي المساواه، ويمكن الفامينيزم كمان بيدخل هون بهيدا الإطار، وفي كتار بيعارضوني أنه أنا مثلا ما بدي أكون متساوية مع أي رجل لأن أنا معتبرة حالي أحسن بكتير من أي رجل، وكامرأة عندي كتير أمور بتخطي فيها للرجل. أنا مع حقوق المرأة لأنه أكيد هي حقوق عادلة لازم تحصل عليها، خاصة ببلداننا، خاصة كأم وكتير أمور. هيدي النقطتين بغض النظر يلي بيشاركون الرأي ويلي بيرفضوه كليا من السيدات، أوقات منخلطهم ببعضهم أنه أنا إذا مني مع المساواة يعني أنا ضد حقوق المرأة. فينا بس هيك نحكي هون بهيدي النقطة من وجهة نظرك العلمية كمان بس نوضحها، هل هي خطأ أنه الواحد يكون ما بده يتساوى مع الرجل؟ وبرجع بقول يعني لأنه متخطيين أنا بعتبر، مش لأنه نحن دونية. يعني أنا بصير أنا هلأ أطلع أعمل جمعية أقول نحن مجموعة التفاح تساوي البرتقان، لازم يعني دائما نتعامل أنه في تفاح وفي برتقان، لازم هدول يكونوا متساويين. أكيد لا، المساواة ما هي المقصود في المساواة؟ المشكلة في ناس بتدخل في جدال في هذا الموضوع تطالب بالمساواة لكن ما عم تعرف مساواة بين إيش وإيش. نحن متساويين في ماذا؟ متساويين في حقوقنا ومتساويين في واجباتنا، بمعنى أنه أنا عندي واجبات وإنت عندك واجبات، أنا عندي حقوق وإنت إلك حقوق، لكن مش معناه أنه نتنافس على أشياء معينة حتى نكون متساويين. من قال أنه هذا شيء طبيعي؟ أصلاً طبيعة خلق الدنيا، اليوم بتلاقي أنا دكتور بس محتاج السباك، محتاجه وممكن أروح أترجاه، والسباك محتاج الخباز، والخباز محتاج على اختلاف ثقافاتنا ما بقدر أعيش لحالي، أنا بحاجة كل شخص في المجتمع. ما بصير مثلا المجتمع كله أطباء ومهندسين، بده يكون عندنا مهن. اليوم ألمانيا مثلا في عندهم نوعين من المدارس، نوع بسموه الشكولة المدارس العادية المهنية اللي بتطلع ناس مهنيين، ونوع من المدارس اسمه الجيمنازيوم اللي هي المدارس اللي بتطلع ناس تروح تدرس التخصصات العلمية، والاثنين عندهم مهمين، والاثنين في مساواة بيناتهم. شوفيها مساواة في الحقوق، إنه بياخذ راتب في حد أدنى للرواتب، هاي مساواة، لكن الاثنين ضروريين. ولذلك مشكلة الجمعيات اللي بتطالب بحقوق المرأة، الفكرة من الأساس من برا شكلها حلو جذاب، لكن للأسف من جوا لما تشوفي ناس غير متزنين نفسيا هدفهم مش المطالبة بحقوق المرأة، العداء وأخذ حقوق الرجل والتنافس معه في كل شيء، وهذا بيخلي العبء مش على الرجل، هذا العبء على المرأة نفسها. يعني الرجل آخر همه، بس المرأة هي اللي عم تعاني من طلبات المساواة الغير مدروسة. إحنا عم نحكي إنه لا، المرأة تساوي مع الرجل إنه يكون عندك طموح، بس مش شرط يكون طموحك أنت وياه في نفس المكان. لهلأ باسكال بتلاقي في أمريكا فتحوا دوري اسمه دوري كرة القدم النسائية، دوري كرة السلة WNBA الومن NBA، دوريات سيئة لا تتابع، ما فيها فن، ما فيها مهارات، أقرب لأنك أنت تقعدي تضحكي. ليش؟ مش لأنه المرأة أقل من الرجل، لأنه مش شغلتها، مش لإلها، في إلها شغلات تانية لو الرجل عملها بيطلع بيضحك، شكله بيضحك. فالفكرة فكرة إنه نحن بدنا نرجع نعيد المفاهيم، نعرف أنا مين. كل إنسان خلق وأعطي إمكانيات لا يستطيع غيره أن يقوم بما يستطيع هو أن يقوم به، أو بالإتقان اللي يقوم به. أوقات دكتور في كتير بيقولوا أنه لما ينفقد الرجل من حياة المرأة يمكن أوقات ما بعرف إذا هي بتضطر تصير مثل الرجل، أو نحن بالدارج منقول بترجل، أو هيدا الشيء يمكن هو خاطئ. يعني المرأة يلي بتفقد زوجها بكير بتصير هيك أقسى، وما بعرف إذا لأن في مسؤوليات ولا لا. المرأة يلي كمان بعدنا بمجتمعاتنا العربية من إلا عنا ست، أو المرأة يلي بتطلي، أو المرأة يلي ما بعرف بتكون هي مستقبل
تستلمي المهام، هدول كلهم هل هالشي صحيح ولا المرأة إذا هي عندها ذكاء عاطفي كتير عالي ومرتفع فيها تكون عم تعمل كل شيء يعني اللي المرأة بتقدمه للرجل وتضل عندها الأنوثة يلي هي موجودة وما ترجل أبدا؟ نعم، هو السؤال تعالي نعكسها عشان نشوف كمان الموضوع. لنفترض انه في رجل توفت زوجته واضطر انه يجلس ويحفظ ويشيل حفوض ويرضع ويحط الحليب للاطفال، هل هذا بيعيبه بيجعل منه مش رجل؟ لا ابدا، والعكس صحيح. لكن القضيه قضيه مفاهيم. في بعض الناس بسبب اللي انت حكيتي عنه غياب الوعي والذكاء العاطفي تذهب من متطرف الى متطرف، من قمه تطرف لقمه تطرف، بمعنى انه هي بتصير رجل بحكم انه هي اقنعت حالها، مقنعه حالها انه الان هي ظروفها سيئه ويجب ان تكون رجل. حتى بنسمع مرات بيقول لك لما ابوكم سافر ولا مات انا كنت الرجال والمراه، مع العلم انه هذا تعريف غلط، لانه انت عم تبرمج حالك، عم تبرمجي حالك خطا. ممكن انسانه تكون عايشه لوحدها، ممكن انسانه تكون ما تجوزت بس قمه انوثه، لانه في شيء اسمه طاقة أنثوية وفي شيء اسمه طاقة ذكورية. الطاقة الذكورية طاقة اندفاع، طاقة عطاء، ما لها علاقة بذكر وأنثى. وفي شيء اسمه الطاقة الأنثوية استيعاب عطف. فالإنسان وكل واحد منا فيه الاثنين. هلأ أنا يمكن كرجل بيكون عندي الطاقة الذكورية أعلى ومفروض تكون أعلى، المرأة بتكون أعلى بشوية طاقة الأنثوية، لكن في بعض الأحيان نلجأ لاستخدام الطاقة الأخرى. زي ما حكيتي أنت، في موقف معين توفى الزوج بدها تكون عندي طاقة ذكورية، بدي أندفع وأطلع، بس هذا لا يغير من أنا ولا يغير أني أنا أبقى أنثى، أبقى رقيقة، أبقى عاطفية، أبقى عندي مشاعر. وهذا هو الذكاء العاطفي، إذا أنا عارف أنا مين بعرف أحافظ على كينونتي. هل الرجل بيتوقع أكثر أو كتير من المرأة؟ يعني بكب عليها كتير أمور، هي بدها تحافظ على العلاقة، هي اللي بدها تكون دايماً عم تجمع، هي اللي بدها تفكر أكثر، يعني هل بيتوقع منها أكثر ولا هون حسب والدته كيف أو حسب هو كيف بيشوف المرأة؟ بقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، مش هذا مثل شعبي؟ صحيح. الموضوع موضوع تعويد من البداية. ليش إحنا بنحكي اليوم؟ أنا عم بعطي الناس، كنت دورة في العلاقات كيف يكون في علاقات زوجية ناجحة، وبنحكي ناجحة مش سعيدة. فتفاجأت إنه معظم الناس اللي اشتركت معي كانت تحكي نفس الكلمة، دكتور ليش ما أخذنا هالحكي قبل ما نتجوز؟ يعني ليش ما عرفنا هالحكي قبل ما نتجوز؟ لأنه الفكرة فكرة إنه اليوم العلاقة الزوجية هي علاقة بين اثنين. الرجل ممكن يرمي على المرأة، طيب ما هو في مثل بقول اللي يلاقي دلع وما يدلعش، ليش لا؟ وحدة بدها تقعد تلحق ورا كل شيء وبدها تاخذ كل شيء وبدها تعرف كل شيء، ساعتها الرجل بقولها خلص يلا شيلي انت كل الليلة، ليش لا؟ فالفكرة فكرة هي تفاهم، المسؤولية على اثنين مش على شخص واحد، الحقوق والواجبات على اثنين. لكن هذا الموضوع بده يكون فيه اتفاق من البداية كيف احنا بدنا نمشي هالعلاقة، وانت شو إلك وانا شو إلك. انا بنصح الناس دائما نصيحة باسكال، قسم نفسك لثلاث أجزاء، 33% 33% 33%. الجزء الأول لزوجتك أو لزوجك، الجزء الثاني للعيلة، للأولاد، لأهله، لا. الجزء الثالث لك أنت، وهذا لازم تحافظ عليه. في أي علاقة لازم يكون في جزء من حياتك من وقتك لإلك بس. المرأة لازم تقري لإلك، تلعب رياضة لإلك مش عشان تعجبيه، صح؟ وهكذا. شو بتعطي نصائح للسيدات وخاصة كمان نحن بوقت انه صار في عنا التجميل وصار في عنا يمكن شكل معين بدنا نكون فيه، صار في يعني ما بعرف يمكن بيتوقعوا الرجال بقى قصص معينة، بنصير نحن بدنا نلحق السيدات حتى نكون على قد الاكسبكتيشنز، ولا هدول كلهم نكبهم ونكون عن جد على قد اكسبكتيشنز نفسنا؟ حقيقة أنا شوفي، أنا عشان ما نقول ما بصير نعمل عمليات تجميل أو بصير نعمل عمليات تجميل، الأعمال بالنيات. بمعنى أنه المرأة اللي رايحة هلأ على مستشفى عشان تدفع مبلغ وتروح تعمل وتحط عملية تضبط إنفها وكذا، إذا رايحة بهدف أنها ترضي إنسان آخر، أنا بحكي لك إياها من هلأ، عم بيضحك عليكي هلأ قاعد عم بيقول شوف شوف شوف، لأنه أنت عم تعطيه مثال واضح أنك أنت ما عندك ثقة بنفسك. وهذا انا ما عم بحكي على العمليات الضروريه، في بعض الاحيان في عمليات ضروريه تجميل ضروري، لكن بنحكي على الرفاهيه عمليات تجميل، بدي اصغره فكرك، ارفع هاي فوق انا انزل هاي تحت، وكانه هي هاي السعاده. اذا كان الهدف ارضاء شخص اخر او المجتمع، فانا اعتقد المجتمع عم بيطلع عليك وبشوف الانسكيورتي تبعتك واضحه كثير للعيان،
وغير هيك انه معظم الناس اللي بتدخل في هالمجال ما بيعرفوا يوقفوا، لانه بصير كل فتره هذا ادمان على الدوبامين، انا غيرت وبدي اغير وبدي اغير وبدي اغير. الانسان اللي مش متصالح مع ما هو لا يمكن يكون عايش سعيد. وانا اتحدى تجيب لي حدا عامل دخل في ادمان العمليات التجميل يقول لي هيها سعيده، هيها تعالي تعالي هيها فرجي الدكتور، هيها سعيده مبسوطه كثير، هيها بعد ما عملت العمليه رقم 14 لخدودها كثير كثير سعيده، يعني طايره من الفرح. هذا كلام ما مش موجود. الانسان سعادته تبدا من داخله، وخصوصا انا بلاحظ انه في كثير نساء بتفهم خطا انه هي عم تعمل هيك قال عشان تخليه، يعني عشان ينتبه، عشان ما يطلع يتطلع برا. انت كل اللي عم تعمليه عم تصيري شكل كوبي بيست من كل اللي برا، لانه اليوم بتطلعي على الناس بيشبهوا بعض، صارت الناس تشبه بعضها. ف يعني انا هاي اول نصيحه لإلي، اولا للمراه بليز رجاء افهمي من انت، وانت لا تتعلقي لا برجل ولا باي كائن اخر، من انت لحالك، انت مين؟ ثانيا نشيل كلمه التضحيه، انا ضحيت. في ناس بتفكر انه كلمه تضحيه كلمه جميله، انه فلانه ضحت، يا سلام ما شاء الله، تعي تعي مثال للمراه المضحيه. يا اخي مين قال لك؟ ما بدنا هالتضحيه، شيلوها ما تستخدموها. كلمه تضحيه الدماغ يربطها بالضحيه، وكلمه ضحيه كلمه سيئه. ليش تعيش ضحيه؟ ما حدا طالبك، ما حدا ضاربك على ايدك. اه والله تقول لي انا والله بعد ما مات جوزها ما تجوزت ودارت بالها على الاولاد، هاي مش تضحيه، هذا قرار هي اخذته، هو قرار مناسب لظروفها لظروف اولادها، وستؤجر عليه، اولادها سيقدروه، اذا هي ليست ضحيه. بس ما تحملهم جميله، انا ضحيت وانا ضحيت وقعدت مع امكم وتحملتها. فهي الكلمه انا نفسي الناس يشيلوها، خصوصا النساء. دكتور انا بدي اشكرك كثير، سوري خلص وقتنا، بعرف كثير سيدات بيكونوا ناطرينك بهيدا التوقيت، بلكي بنرجع بنعطيهم كمان حقهم مره ثانيه. ميرسي لك وعلى المعلومات يلي دائما بتعطينا اياها.